في موضوع القانون الدولي الخاص. ما هي قواعد القانون الدولي الخاص؟ قواعد القانون الدولي الخاص هي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقة بين شخصين أو أكثر يكون فيها عنصرا أجنبيا، وهي القواعد التي تنظم توزيع الأفراد وامتدادهم الجغرافي بين الدول وتنظيم العلاقات التي تنشأ بين هؤلاء الأشخاص، سواء كان ما كان يتعلق بمركز الشخص إذا ما كان في دولة أخرى وهو ما يتعلق بمركز الأجانب، وتحديد هوية هذا الشخص وأي تحديد صفة المواطنة من خلال الوثيقة اللي يطلق عليها بالجنسية، ومن ثم تحديد مكان وجوده واللي على ضوءه يتحدد النظام القانوني الذي يخضع له، وكذلك النظام القضائي الذي يمكن أن يكون مناط إنهاء الخصومة بين شخص آخر يختلف معه في الجنسية. وكذلك تنظم قواعد القانون الدولي الخاص وتفصل في حالة وجود علاقة قانونية، وخصوصا إذا ما كانت علاقة اقتصادية في نشاط معين، هذه العلاقة تتنازع فيها القوانين، تتنازع فيها الأنظمة القضائية، ولابد أن تخضع إلى نظام قانوني لإنهاء الخصومة بين الأطراف، وكذلك لابد أن تعرض هذه الخصومة على نظام قضائي معين للبت في هذه الخصومة واتباع الإجراءات القانونية وفق الأصول. قواعد القانون الدولي الخاص تتحدد قواعد في هذا الأمر. هناك جدل فقهي حول طبيعة القواعد الخاصة والمنظمة لهذه الجوانب، وهو ما يعرف بمجموعة النصوص التي يطلق عليها القانون الدولي الخاص. حتى تكون عندكم معلومة واضحة، لا توجد نصوص قانونية محددة اسمها قواعد القانون الدولي الخاص موضوعة في صيغة متن وصادرة من المشرع، عدا في بعض الدول وبشكل يعني يكاد يكون موجز. ولذلك لا تجد في أو تبحث في متون القوانين العراقية متن اسمه القانون الدولي الخاص، كما هو الحال بالنسبة إلى القانون المدني، وكما هو الحال بالنسبة لقانون العقوبات، وكما هو الحال بالنسبة إلى قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وهكذا عبارة عن مجموعة قواعد قانونية موزعة على مجموعة قوانين تجد فيها مبادئ المستقرة واللي اعتمدت من قبل الفقه الدولي ومن قبل القضاء الدولي، ورد تناولها في التشريعات والاتفاقيات الدولية، وقد استقر الأمر عليها وعرفت بمبادئ لهذه القواعد. ولذلك قواعد القانون الدولي الخاص جاءت التسمية باعتبار أن القانون ما هو إلا مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات، علاقات الأفراد في المجتمع، أي علاقات سواء كانت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، علمية، كلها تؤطر بإطار قانوني وتضع لها قواعد قانونية. هو هذا القانون، القانون ينظم العلاقات بين الأفراد. ولذلك من نتحدث عن القانون العقوبات نقول يتحدث عن تطبيق القانون الجنائي، عن قانون جنائي يتحدث عن حالة خرق، حالة يمنعها القانون الجنائي ويعاقب عليها. تفضل. من نتحدث عن قانون العمل نقول القواعد مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل. من نتحدث عن قانون المدني ينظم العلاقات المالية بين الأفراد، وبالتالي هي عبارة عن مجموعة نصوص وضعها المشرع في صياغة معينة. القانون الدولي الخاص هي عبارة عن مجموعة قواعد
تجدها بالنسبة للقانون العراقي بالذات في قوانين متعددة، منها القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والقانون التجاري. أما الصفة الدولية فكانت مسار اختلاف وجدل فقهي كبير. لماذا سمي القانون الدولي بالقانون الدولي؟ يفترض أنه ينظم علاقات بين الدول كما هو الحال بالنسبة إلى القانون الدولي العام، ومصادره واضحة، ولكن هو قانون دولي خاص. صفة الدولية جاءت بسبب تنظيمه لعلاقات يدخل فيها عنصر أجنبي، أو ليحدد الشخص ويميز عن العنصر الأجنبي كما هو الحال بالنسبة إلى أحكام الجنسية عندما تدخل ضمن قواعد القانون الدولي الخاص. هذه الصفة الدولية اختلف عليها، البعض أنكر وجود الصفة الدولية وقال أن هذا القانون ليس بقانون دولي رغم وجود العنصر الأجنبي، وإنما هو عبارة عن قانون خاص ينظم علاقات، ينظم مصالح بين الأفراد، وبالتالي لا علاقة له بالقانون الدولي. البعض الآخر لا، هو قالوا واستقر عليه الأمر، قالوا هو فرع من فروع القانون الخاص لأنه فعلا ينصب على تنظيم علاقات يعني خاصة للأفراد، لا تدخل الدولة فيها كطرف باعتبارها صاحبة سلطة وصاحبة سيادة، سواء كان دولة طرف بها أو ينظم علاقة بين مجموعة دول. وبالتالي ينبغي أن يوصف بهذا الوصف. البعض الآخر من الفقه قال لا، هو قانون دولي بسبب وجود العنصر الأجنبي في هذه العلاقة وإثارة مشاكل عديدة تتعلق بانتماء الشخص إلى دولة ما بمقابل انتماء شخص آخر وهو الخصم إلى دولة أخرى، فأي نظام يطبق؟ أي قانون يطبق؟ وكيفية تحديد صفة المواطنة لهؤلاء المتخاصمين؟ وكيف هو الحال لو كان أحدهما لديه أكثر من جنسية؟ هناك قواعد تتعلق بالجنسية، هناك قواعد تتعلق بأي نظام القانوني يخضع، وهناك أيضا قواعد تتعلق بأي نظام قضائي ينظر في الخصومة التي تنشأ بين أشخاص يمثل في علاقة، حتى وإن كانت لأشخاص وطنيين، في علاقة ترتبط بشخص آخر معهم يحمل جنسية أجنبية. هل يصار إلى تطبيق قانون الوطنيين؟ هل يصار إلى تطبيق قانون الشخص الأجنبي؟ هل يصار إلى أن ينظر الأمر أمام القضاء الوطني، أم أمام قضاء الوطني للشخص الأجنبي، أم قضاء دولة أخرى؟ هذا التنازع هي اللي تختص بقواعد القانون الدولي الخاص. قواعد القانون الدولي الخاص استقر الأمر على أن لها صفة دولية ولكن لها خصوصية، ومن هذا الأمر جاءت التسمية باعتبار أنها قواعد قانون دولي ولكنها تقع في إطار القانون الخاص، ولذلك سمي القانون الدولي الخاص، وهو مناط للتفريق بين قواعد القانون الدولي القانون الدولي العام. مصادر كثيرة، منها التشريع، وهذا التشريع موجود في قواعد الوطنية وفي الاتفاقيات الدولية، وكذلك أحكام القضاء، مبادئ للمحاكم الدولية وكذلك المحاكم الوطنية، وأيضا للفقه الدولي. الفقه كان منبع لهذه القواعد وساهم مساهمة كبيرة في تكريس قواعد القانون الدولي الخاص، والدعوة من خلال المؤتمرات والبحوث التي قدمها الفقه لتثبيت وتأكيد وجود هذه القواعد، لأن فيها مصلحة لبني البشر، لأن الشخص إذا ينظر لنفسه وطني لابد من أن يصبح أجنبي عندما يكون متواجدا على أقليم دولة أخرى، وبالتالي نكون أمام حالة يراها الشخص وطنيا في مرحلة ويخضع لها في مرحلة أخرى أو في حالة أخرى، وبالتالي مرة نصير وطنيين ومرة نصير أجانب، وهذا الأمر يتطلب أن ننظر إلى الحالة بإيجابية، وبالتالي
إلى تنظيم يخدم كل الناس وبما يحفظ حقوقهم وفقا للأصول وفقا لميزان العدالة. وهذا اللي دعا الدول إلى أن تتعاون لوضع قواعد قانونية تحكم العلاقة إذا ما كان فيها عنصر أجنبي باتجاه تثبيت حقوق الناس وحمايتها وإعطاء كل ذي حق حقه. ولكن مع الأسف رغم الجهود الدولية نجد أن قواعد القانون الدولي الخاص غير مستقرة، وهذه القواعد عندما يصار إلى محاولة تطبيقها أو ضرورة إلى تطبيقها في ظل نظام قانوني معين نرى أن المشرع ينزع إلى تطبيق قانون الوطني كما هو الحال بالقانون العراقي إلا في حالات استثنائية. وكذلك القضاء، القاضي هو ملزم قانونا بتطبيق قانون الوطني لأن القضاء يطبق القانون العراقي ويستمد هذه المسألة من مبدأ الولاية المنصوص عليها في المادة 29 من قانون المرافعات المدنية العراقي اللي تنص على أن للمحاكم العراقية الولاية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما فيها الحكومة إلا ما استثني بنص خاص. وهذا أيضا ما منصوص عليه في المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي. إذن هذه المصادر وأيضا العرف الدولي، الأعراف تعرفون العرف مصدر من مصادر القاعدة القانونية أصلا، أي قاعدة قانونية، والقاعدة القانونية هي بالأصل مجموعة من الأعراف التي كانت سائدة في المجتمعات القديمة ومن ثم هذبت وشذبت كما هو الحال في الزمن في العهد الجاهلي وحتى في عندما نزلت الشريعة الإسلامية السمحاء هذبت وشذبت الأعراف التي كانت سائدة في الجزيرة فبقيت ما هي صالحة للمجتمع وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنهيت بقية الأعراف التي تتقاطع مع الشريعة الإسلامية. إذن الأعراف الدولية التي كانت سائدة بين الدول ومتعارف عليها بالتعاطي بها تعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي. من المسائل المهمة اللي يتناولها القانون الدولي الخاص موضوع الجنسية. تعرفون الجنسية هي رابطة قانونية سياسية تنظم بين الفرد والدولة وتعطي للشخص صفة المواطنة. وعلى الرغم من الاختلاف في التعريف الجنسية بين أنها رابطة قانونية وبين أنها رابطة سياسية وما إلى ذلك استقر الأمر على اعتبار أن الجنسية هي رابطة قانونية سياسية، وهذه الرابطة القانونية السياسية تميز الأشخاص عندما يتواجدون على أي إقليم بأنهم ينتمون إلى دولة معينة بغض النظر عن تواجدهم على هذا الإقليم أو ذاك. وبالتالي تكون أهمية الجنسية أو تنبع أهمية الجنسية من خلال تحديد النظام القانوني الذي يخضع له الشخص وبالتالي أيضا النظام القضائي ومن ثم العلاقات التي يمكن أن يقوم بها الشخص أو يكون طرفا فيها يتحدد على ضوء جنسيته النظام القانوني. الدولة عندما تنشأ أي دولة كانت لابد من أن تحدد رعاياها، تحدد مواطنيها، مو مكونات الدولة الإقليم والشعب والحكومة. احنا نجي للشعب إلى الناس، من هم هؤلاء الذين يكونون رعايا دولة تنما دولة سين أو صاد؟ من يحددها؟ نشأة الدولة بقرار دولي، بالانفصال، بالضم، بتبدل السيادة، ونشأت هذه الدولة لابد من أن تحدد مواطنيها. هذا التحديد للمواطنة يأتي من خلال نص القانون التي تصدره السلطة المتكونة في هذه الدولة ابتداء،
حتى تعرف أن تبسط سلطتها، حتى تخضعها للنظام القانوني إلها، حتى تثبت بها مواطنيها، حتى تعرف من يتمتع بالحقوق الناشئة عن هذا، عن وجوده في الدولة، من يتحمل الأعباء، من يتحمل بالالتزامات. ولهذا يجب أول مهمة أو من أولى المهمات على الدولة عند نشوئها أن تحدد مواطنيها، وتحديد المواطنة أو صفة المواطنة يأتي من خلال الجنسية، يعني لابد من صدور قانون يحدد جنسية الأشخاص. أول قانون في العراق صدر بتحديد للجنسية أو قانون، أول قانون للجنسية هو قانون رقم 42 لسنة 1924، أول قانون للجنسية. وهذا القانون حدد من هم العراقيون، ونص في 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 هذه الجنسية اللي منحها لأول مرة والتي يطلق عليها جنسية التأسيس. ولماذا سميت جنسية التأسيس؟ لأنها الجنسية التي منحت للأشخاص عند تأسيس الدولة، عندما انسلخ العراق من الدولة العثمانية، باعتبار أن العراق كان ثلاث ولايات هي بغداد والبصرة والموصل، وانسلخ من هذا الإقليم من الدولة العثمانية، وتأسست الدولة العراقية عام 1921. أصبح هناك دولة جديدة لها حدود ولها مواطنين وتخضع لسلطة معينة في داخلها، وبالتالي تتكون هذه الدولة من ركائز ثلاث متوفرة في العراق، وهي الإقليم والشعب والحكومة. عندما صارت الجنسية العراقية لابد من أن تفرضها الدولة، ولذلك كانت جنسية التأسيس هي جنسية فرض وليست جنسية منح. يعني اجى المشرع العراقي وصدر عن طريق المجلس التأسيسي الذي يمثل البرلمان وقت ذاك قانون الجنسية، وقال بأن العراقي هو، يعني تفرض الجنسية العراقية على من كان عثمانيا، على كل عثماني، كل شخص من رعاية الدولة العثمانية موجود في العراق ومقيم فيه ابتداء من تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ب 23 تشرين الثاني، ولغاية 8 آب 1923. ليش ب 8 آب؟ لأنه في نفاذ معاهدة لوزان. معاهدة لوزان هي المعاهدة التي كرست وأقرت انفصال الأقاليم عن الدولة العثمانية، وبالتالي أعطتها بعد واعتراف دولي. وهذا الشخص إذا كان موجود خلال هاي المدة يعتبر عراقي، بشرط أن يكون من رعاية الدولة العثمانية. هنا المشرع العراقي طلب به شروطه أن يكون عثماني، أن يكون مقيما في العراق خلال هذه الفترة، وبالتالي يصبح عراقيا بقوة القانون. من حقه لربما يسأل سائل يقول هل هي الجنسية إجبارية؟ الواقع أنه ليست إجبارية، ولكن ما دام الشخص مقيما في العراق فيخير بين أن يبقى بالعراق بصفة المواطنة كعراقي أو أن يغادر العراق. يقولوا له احنا نريد نسكل دولة، نريد نأسس، نريد نفرز بين المواطن والأجنبي، فإذا أنت تريد تبقى بالعراق فعليك أن تقبل بهذه الجنسية وتعتبر عراقيا، وبالتالي تتمتع بالحقوق وتتحمل بالالتزامات الناشئة عن انتمائك إلى بلد اسمه العراق. وأيضا بالنسبة إلى الموظفين، كل عثماني موظف في العراق سواء كان من العراق أو من رعايا الأقاليم التابعة للدولة العثمانية سابقا وموجود ضمن الوظيفة العامة في العراق تفرض عليه الجنسية إذا كان راغبا بالبقاء كموظف، لأن يقولوا له راح نريد نبني دولة، نريد نبني مؤسسات،
ولابد أن من يتولى الوظائف العامة هو هم المواطنون، وبالتالي لابد من أن تكون عراقيا حتى تبقى في الوظيفة العراقية. أما إذا لم ترغب عليك المغادرة وترك الوظيفة. إذن هي على أساس سكن العثماني في العراق وعلى أساس الوظيفة المسألة الأخرى. هذا الأمر وهذا التنظيم من قبل المشرع العراقي في قانون 1924 كان أمر لا بد منه. وقبل هذا القانون كانت الجنسية في العراق تؤسس وتمنح وفقا للقانون العثماني اللي يحدد به رعاية الدولة العثمانية. ولهذا تشوفون اللي شايف جنسية قديمة خاصة برعاية الدولة العثمانية أو الجنسية اللي صادرة بموجب القانون قانون 1924 يجدها تتميز عن الجنسية التي صدرت في أعقاب إلغاء هذا القانون وصدور القانون اللاحق قانون رقم 43 لسنة 1963. بعد إلغاء هذا القانون صدر قانون 43 لسنة 1963 اللي يتميز بكثرة نصوصه وتنوع مواده وسلبية العديد من النصوص القانونية فيه، إضافة إلى القواعد القانونية التي وردت في قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل وكذلك في قوانين أخرى تلحق بالجنسية والتي تنظم بعض أحوال الجنسية والتي كان قسم منها يتفق والمبادئ المستقرة في القواعد الخاصة أو أحكام الجنسية والبعض الآخر لها خصوصيتها، ومع الأسف كانت لها خصوصية البعض منها خصوصية سلبية. المشرع العراقي في عام 2005 أصدر قانون رقم 26 وهو قانون الجنسية الجديد النافذ حاليا، قانون رقم 26 وهذا هو القانون، قانون رقم 26 ومكتوب تشوفون بالكراس قانون رقم 26 لسنة 2006، والصحيح هو قانون رقم 26 لسنة 2005 لأنه صدر عام 2005 ونشر بهذه الصيغة. يعني يفترض أن ينشر بصيغة رقم قانون رقم 26 لسنة 2005. هذا القانون هو المنظم لأحكام الجنسية الحالي، قانون فيه من الإيجابيات العديد وأيضا فيه من السلبيات أو البعض من السلبيات. جاء بمبادئ جديدة تخدم المرحلة وكذلك تعطي للمواطن حرية الاختيار في بعض الحالات وتحترم بعض الحقوق التي كانت يمكن أن تسلب من عنده في القانون السابق وخاصة فيما يتعلق بالجنسية. ولكن هذا القانون يعني يحمل بين ثناياه بعض الصياغات غير المستقرة المرتبكة التي لا تنم عن صياغة محبوكة فيها من التناقضات، فيها من المبادئ التي كانت محل انتقاد كثير، ومنها ما يتعلق بتحديد من هو العراقي. لو نأتي إلى نص المادة الثانية من هذا القانون لنرى المشرع العراقي يحدد أي هو العراقي ويلحقها بالمادة الثالثة يحدد من يعتبر عراقي. فش قال؟ قال في نص المادة اثنين قال يعتبر يعني من تحصل على الجنسية العراقية وفقا لأحكام القانون رقم 42 والقانون رقم 43 لسنة 63 وبما فيها القانون رقم 5 لسنة 1975 وهو قانون منح الجنسية للعرب. راح أقرأ لكم النص. المادة 2 يعتبر عراقي الجنسية
كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي، وقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975، وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بمنح الجنسية العراقية. هذا حدد. يعني إذن كل واحد، كل شخص تحصل على الجنسية العراقية استنادا إلى هذه القوانين تعتبر جنسيته صحيحة وهو عراقي الجنسية. بينما شوف المادة 21، شوف التناقض الحاصل. بالوقت الذي ألغى في الفقرة الأولى القانون رقم 43 سنة 1963، تحدث بالفقرة الثانية على نص يناقض نص المادة 2. إيش قال؟ ثانيا يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب. شوف لاحظ الفقرة الأولى، يلغى قانون الجنسية العراقية رقم 43 سنة 1963، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها. إذن معناها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 21 أقر وقبل حالة الجنسية وكل من تحصل على الجنسية العراقية بموجب هذا القانون. بينما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة يقول يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975 وبأثر رجعي. معناها شنو؟ ناقض نص المادة الثانية من هذا القانون اللي يقول به المشرع العراقي يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على كذا، وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975. هذا تناقض واضح. أنت في الوقت الذي تقر نفاذية أحكام قانون معين تأتي لتلغيه وبأثر رجعي. بس لو قايل يلغى قانون رقم 5 لعام 1975 كان المسألة طبيعية، يعني نفاذيته انتهت، وكان يتناغم هذا النص مع نص المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 26 سنة 2006 النافذ. هذا الحقيقة الانتقاد المتعرض إلى القانون العراقي النافذ رقم 26 سنة 2006.